بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مصر دلوقتي بتتحضر لمؤتمر المناخ العالمي، يعني حاجة فخر لمصر، فخر لكل مواطن مصري إن احنا نستقبل رؤساء الدول الكبيرة ديت عندنا هنا في شرم الشيخ. إن شاء الله المؤتمر ينجح عشان خاطر تبقى واجهة مشرفة لمصر، واحنا عايزين نقول إن المناخ اللي بيتغير دوت مش عارف الإنسان هيقدر يحل المشكلة ديت ولا مش هيقدر، لكن هي مشكلة كبيرة. واللي أنا شايفه إن مهما عمل الإنسان عشان يغير المناخ الطبيعي بتاع ربنا سبحانه وتعالى ده شيء مستحيل، لأن اللي ربنا رايده هيكون مهما عمل. ولكن إحنا بنفتخر إن إحنا الرؤساء دول جايين عندنا هنا في مصر عشان نتكلم في مشكلة عالمية، يعني ممكن تسيب مصر بالمرة، يعني مش تدول أوروبا بس، لا ممكن تسيب مصر بالمرة، لأن في عندنا مشكلة هتقابلنا في المية السنين اللي جاية، مشكلة هتقابلنا في الزرع السنين اللي جاية، مشكلة هتقابلنا في الجو نفسه. الجو عندنا بدأ يتغير، البرودة بدأت تزداد برودة أكتر، الحرارة بدأت تزداد حرارة أكتر. فإن شاء الله بإذن الله يمكن يلاقوا حل، والعلماء اللي على مستوى العالم يكون عندهم كلام جديد وخارج الصندوق زي ما بيقولوا، والتفكير يبقى على أحدث مستوى عشان يناسب التغيرات المناخية اللي بتحصل في العالم كله. وأنا شايف عن وجهة نظر أنا إن اللي هيحصل هنا في شرم الشيخ ممكن يؤدي لنتيجة من اتنين، يا إما المؤتمر ينجح ويلاقوا حل لمشاكل المناخ ديت، يا إما المؤتمر ما يلاقيش حلول فورية أو حلول جذرية، وهتبقى على مدار سنين طويلة على ما يبدأوا الحلول دي تنتشر على مستوى أوروبا ومستوى العرب كمان، لأن عندنا هنا برضو المناخ برضو بدأ يتغير ودرجة البرودة بدأت تزداد أكتر من الأول، وهنشوف الشتاء دوت درجات هتنزل لتحت الصفر هنا في مصر، ودي ما كانتش بتحصل. هنشوف مطرة من السلوب وده ما كانش بيحصل، وهنشوف وإن شاء الله بإذن الله اللي ربنا رايده هو اللي هيكون برضو، مهما عملوا مؤتمرات ومهما عملوا تجمعات رئاسية أو صحية، هو اللي ربنا رايده هو اللي هيكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.